أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اتفاق عسكري بين مصر وما بين تونس. أهم في هذه الزيارة هناك تنسيق ما بين الجيش التونسي عبر الرئيس قيس سعيد الذي حمل أكثر من إشارة إلى السيسي. سيكون هناك ترتيبات دفاعية وعسكرية ما بين مصر وما بين تونس، هذا مهم جدا، رغم أن التوانسة استطاعوا في 25 مارس في كريت اليونانية إلى جانب إيزنهاور لأول مرة في تاريخ تونس تشارك في منظومة المتوسط وتشارك في إيزنهاور، لأن الطيارين التونسيين اليوم كانوا في 25 في إيزنهاور في إطار تدريبات في شرق المتوسط. هذه هي النقطة الأولى. بالنسبة للثانية، فإن الذهاب بعيدا في دور الجيش التونسي ودوره الجهوي والإقليمي يجعل من العملية اليوم متوازية ومتوازنة في نفس الوقت. فالرئيس ذهب إلى القاهرة، وقبلها كان لقاء بين سفير تونس في أنقرة محمد فيصل بن مصطفى وما بين إسماعيل دمير عن مؤسسة الصناعة الدفاعية التركية. إذن بالنسبة لعدم المحاور أو عدم وجود محاور في سياسة قيس سعيد لا تزال هي الرسالة. فقبل الوصول إلى القاهرة كان هناك تدريبات وكانت هناك اتفاقيات ما بين السفير التونسي في أنقرة وما بين دمير الشخصية المعروفة وهي مهندسة الصناعة الدفاعية في تركيا، والتي يطمح التونسيون بأن تكون هناك صناعة دفاعية على الأراضي التونسية. إذن العملية اليوم متوازنة ما بين أنقرة وما بين القاهرة، ما بين إيزنهاور وما بين الخط الذي عرفه الجميع، وظهرت فعلا أسلحة في القصرين في العمليات الأخيرة وكلها جديدة ومطورة روسيا، يعني السلاح الروسي في القصرين والطيارين التوانسة في إيزنهاور، توقيع تركي مع السفير التونسي في أنقرة ووصول الرئيس إلى القاهرة. هذه هي التوازنات التي يلعب عليها التونسيون، ومهم جدا بالنسبة للجميع أن تكون هذه الزيارة تحقق توازنا آخر على صعيد حركة النهضة والحكومة. ثانيا، أن هناك هامش للمناورة بالنسبة للرئيس على صعيد الدبلوماسية وعلى صعيد الخارجية. فبالنسبة للمشيشي الذي أراد أن يسيطر على الخارجية انطلاقا من وزارة الخارجية، لأن وزير الخارجية يتبعه، فإن هناك قفزة ثانية باتجاه دبلوماسية الرئيس التي توازي كل دبلوماسية الحكومة، يعني دبلوماسية مشيشي عبر وزارة الخارجية تساوي تماما دبلوماسية الرئيس، وهذا توازن آخر أيضا بالنسبة لتجاوز ما سمي أو ما حدث في مصر عموما بوصول أول رئيس ديمقراطي في الربيع العربي إلى القاهرة بعدما حدث من عزل مرسي، وهذا يجعل الأمور واضحة. فكما الأتراك كانت لديهم مفاوضات وتجاوزوا إرث مرسي جزئيا، فإن تونس أيضا تجاوزت هذا الوضع مع القاهرة، وبالتالي فهناك نوع من إدراك كامل ما بين المخابرات، ما بين المخابرات التونسية التي يصحب اقتراحها قيس سعيد، وما بين آخرين، وما بين الاستخبارات العسكرية التي المصرية التي تنشط الآن في أوغندا ووصلت إلى كل حوض النيل، وهي تقفز بشكل جيد باتجاه المغرب العربي خصوصا وبدءا من تونس. إذن بالنسبة للسيسي سيرتاح في استدعاء أول رئيس انتخب، ولا أحد يشكك في هذه النتائج، مما يجعل أيضا موقعه كرئيس
منتخب موقع مقبول على الأقل بالنسبة لبعض الذين رأوا ما حدث بأنه على انقلاب كل حال. هناك تغير جيوسياسي كبير جدا، لأن استقرار الخارطة على ما كان عليه الأمر من 2013 إلى 2020، يعني حوالي 7 سنوات، كان كافيا من أجل تجاوز مثل هذه المرحلة وفتح مصر وغيرها إلى التعاطي مع أسلوب جديد، لا في الحوار ولا في التموقع الإقليمي ولا في الخرائط الجديدة بالنسبة لبايدن. فبايدن يرى أن تونس يجب أن تكون متوسطية وأن تشارك في الأمن المتوسطي. أما بالنسبة لمصر فترى بالنسبة لتونس من الاتجاه الآخر، وفي ليبيا على وجه التحديد سيكون هناك رغبة في تجاوز هذا الانقسام الشديد جدا ما بين شرق وغرب ليبيا، ومهم جدا محاولة الوصول بأمرين اثنين. أولا، اقتراح الرئيس التونسي في خصوص ما يسمى بالمجلس القبائل الليبية، وهذا الاقتراح ذكره بالحرف السيسي. وبذلك فإن مجلس الشيوخ القادم كتجربة ثانية سيكون للشيوخ أو مجلس قبائل، وهذا رغم فشله في أفغانستان فلا زال هناك من يدافع عنه على ضفتي ليبيا، من الشرق نجد السيسي ومن الغرب نجد قيس سعيد. ولا يتوقف الأمر عند هذا، فالحكومة اليوم هي حكومة شرعية منطلقة من تزكية برلمان ومن تصويت البرلمان عليها، وبالتالي فإن أي نقاش يجب أن يكون جيوسياسي بين تونس وما بين تونس العاصمة وبين القاهرة من أجل التوصل مع الحكومة الحالية لليبيا، لتكون هناك قواعد سلوك، قواعد إنشاء، وقواعد رؤية. كل ذلك يأتي به الآن قيس سعيد من أجل الوصول مع مصر إلى تفاهم. لا يتوقف الأمر عند شرق المتوسط فقط، وهذا الذي يرغب فيه التوانسة بأن يكونوا إلى جانب الأمريكيين والمصريين. وهنا يبتعد التوانسة في الشرق المتوسط عن الفرنسيين ويرغبون في مواصلة مثل هذه المسافة، ولذلك فهم انفتحوا إقليميا. ولا يبقى الأمر عند هذا، بل هناك حسابات داخلية مع النهضة ومع الحكومة لا بد من حسمها، لأن الأمر بالنسبة للمصر ودعم مصر لهذه التجربة سيكون بمثابة تهدئة ثانية مع الغنوشي. فالغنوشي تراجع كما هو معلوم بعد سقوط تجربة مرسي، والوصول بالحوار معه لم يكن إلا بعد ما حدث لمرسي. وبالنسبة لبراغماتية راشد الغنوشي فإن هذه الزيارة وهذا التقارب سيدفع مرة ثانية راشد الغنوشي إلى تقديم تنازلات على الأقل حسب الخبراء المتابعين، لكن هناك أهداف استراتيجية تبدأ بالاستخبارات العسكرية وبروتوكول ناجز بينهما. الملحق العسكري سيكون له دور ثاني في عاصمتي البلدين. ثالث مسألة أن هناك تنسيقا سيكون في الشرق المتوسط كي لا تبتلع أمريكا تونس على صعيد استراتيجيتها، وتكون إلى جانب شمال أفريقيا انطلاقا من الجزائر من جهة في علاقتها بموسكو، وانطلاقا أيضا من القاهرة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا التفاهم التونسي المصري هو الوحيد الذي قد يضمن هامشا للمناورة بالنسبة لقيس سعيد داخليا كما قلنا مع راشد الغنوشي، وخارجيا مع الرئيس بايدن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.